تعمل ايه هنا يا ابني؟ مش تطلع بره يا خالد؟ في درجه عزيكم مفيش عزم. لما هنعمل عزم هنعلق ورقه في الساقه وتيجي مع الناس، غير كده ما اشوفش وشك هنا تاني. مش تطلع بره. يلا ماشي يا ابن عم. طب استاذن انا مالك؟ استنى، بيت الشيمي رضوان محدش بيمشي منه بالطريقه دي. اسمعوا بقى، البيت ده كله باسمي، يعني لو حد مش مرحب بيه فيه فتبقى مراتك يا خالد. وانتي اطلعي لمي حاجتك بنفسك بدل ما خالي الامن يرمولك حاجتك بره. يلا انت هتشوفي سواد. قول معايا يا ولد. سواد معايا، هتشوفي سواد معايا. كمل قهوتك يا حسن. معلش ما تاخديش في بالك، يعني هي الظروف اللي زي دي بيبقى فيها شد والاعصاب بتبقى تعبانه. بص يا ملك، انا عارف ان لا وقت ولا ظرف، بس مش كفايه كده؟ تعالي ننسى اللي فات ونسامح كريم. محدش هيقف جنبك في ظروف زي دي الا لو كان بيحبك، وانا بحبك. نفسي نرجع لبعض يا ملك. ما هو لو جوزي ليه كلمته ما كانش زمان اخته بتطردني من البيت وهو واقف يتفرج عليها. خليها راكبه ومدلدله. يا حبيبتي هو مش من قله البيوت يعني، وانا مش هسيبك تخرجي لوحدك ولا احنا هنقعد في الشارع. تعالي تشوف لنا بس بيت ولا فيلا من بتوعنا لحد لما الاوضاع تهدى. انه دول يا حبيبي اللي كلهم باسم الهانم عشان تلف تطرد من بيت ورا التاني صح؟ معلش معلش، هي بس حالتها صعبه علشان بابا لسه ميت، وبعدين ده ميت مقتول. ايوه خليك انت مع امه، حاله صعبه. لما تبقى حالتها سهله ابقى كلمني يا حبيبي. ايه يا فريده؟ ايه في ايه؟ في ايه يا بنتي مالك؟ انا جاي عشان اخرجك منها. تخرجيني؟ انا ما اعرفش اذا كنت انت اللي عملتها ولا لا، بس حتى لو قتلته ما ينفعش تاخد فيه ساعه واحده حبس. انت جبت حق ابوك، والحق ما يزعلش غير ابليس. الشيمي قال انه ما قتلش ابويا. الشيمي لو ما كذبش عليك وهو عينه في عينك ولبسك العمه ما كانش زمانه في المكان اللي هو فيه دلوقتي. انا معاك وفي ظهرك، وباكد لك وبقول لك الشيمي هو اللي قتل ماهر. وخد دي كمان. خير؟ هو اللي وزي العيال ان هم يكسروا المحل بتاعك وضربوا عليك نار، وملك كانت عارفه ومباركه. يمكن ويمكن لا، بس مش مهم مين اللي ضرب عليا نار، المهم مين اللي قتل الشيمي. اللي قتل الشيمي واحد من كبارات الساخ، كان عايز يخلص منه ويلبسني، كان عاوز يضرب عصفورين بحجر. الشيمي الله يرحمه كان جواهرجي كبير، بس تلات ارباع شغله كان شمال، مع مطاريد، مسجلين خطر، مهربين من مصر واجانب. فلو مش انت بقى اللي عملتها وقتلت الشيمي يبقى ده شغل مافيا. ده مش شغل بلدي حد من اهل الصاغه يقدر يعمله. ما تعقلها يا عبد الله. وهتخرجيني ازاي يا شمس وانت ما تعرفيش اللي عمل كده؟ انا ما اعرفش بس عندي واحد كبش فدا هيعترف على نفسه ان هو اللي عملها، وانا اللي هحاسبه. واعتبر ده بقى يا سيدي عربون محبه جديد بيني وبينك. وانت فاكره يعني ان انا هعجز اجيب حد يشيل شيلتي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما عنديش حاجه تانية اقدر اعملها. انا خارج يا شمس، خارج عشان ما عملتهاش، وحقي وحق ابويا وحق عمي انا اللي هجيب. اللي شاف الظلم اللي انا شفته ما يلبسهاش لحد ظلم. وكمان انتوا مرتاحين مني وانا هنا. عاوزه تخرجيني ليه يا شمس؟ انت ما بقاش ينفع تقف لوحدك خلاص. بنت الشيمي حاطه رقبتك في دماغها، ملك واخده جنان امها وخبز ابوها، وانا بقى عايزه اقف معاك وبالها علني. يعني ايه؟ يعني نحط ايدينا في ايد بعض قدام كل اهل الساخه، صغير قبل كبير يا عبد الله. وده هيحصل ازاي؟ تتجوزني يا عبد الله. ايه؟ تتجوزني؟